يا طير سلم لي عسورية وعاه قلب ودعته بأراضية. ألوان النصر والفرح ترتسم كل يوم مع انتصارات رجال الجيش العربي السوري المتتالية على أرض سوريا الحبيبة، والتي توجت مؤخراً بإقامة مهرجان بلودان السياحي على مدار 3 أيام تضمنت العديد من الفعاليات والنشاطات بحضور رسمي وحزبي وشعبي. أنا من دير الزور، أنا صار لي 30 سنة هون. أنا ما يعني مثل بلودان ما شفت بهواياتها بشعبها بخيرها بماياتها بفواكهتها. بلودان وما في أحلى منها. أنا إنه من الشام، الشام إنه أهل الشام كلها أجت لهون إنه على هواياتها وزرعة وهيك شيء، أحلى منها ما فيش. إنه هون بلودان أحلى، إنه أحلى مناطق الدنيا. هذا الاحتفال الكبير اللي بأكد إنه الآن إن سوريا آمنة ومستقرة بهذه الفاعلية الكبيرة، وهذه الفاعلية بإذن الله سبحانه ننقلها نحن في السودان. مهرجان بلودان عاد بقوة رغم انقطاعه أكثر من 5 سنوات بعد التعافي من الإرهاب، بفض تضحيات رجال الحق رجال الجيش العربي السوري، ليكون بوابة الموسم السياحي الأول في المدينة. هالمهرجان كتير كتير حلو، ونحن بلودان شو بدي أقول لك، مصيف بجنن، والحمد لله الله حماها لبلدان والله يحمي سوريا كلياتها. مهرجان حلو كتير، والحمد لله بعودة الأمن والأمان للبلد بصمود أهلنا وجيشنا. إن شاء الله دائما الشام عمرانة، وإن شاء الله دائما ترجع الأفراح لسوريا، ونحن اليوم كتير مبسوطين بهالقعدة الحلوة، وإنه الفرح بلش يرجع لعنا لسوريا، وإن شاء الله دائما بتعمل كلياته وننتهي من هالأزمة وتضل سالمين كلياتنا. يرجعوا، ما في أحلى من بلدنا، يرجعوا يرجعوا ويشوفوا الحضارة ويشوفوا التاريخ. الجدير بالذكر أن مدينة بلودان من أقدم المصايف في سوريا والمنطقة العربية، وكانت قبلة السياح العرب والأجانب لجمال طبيعتها وإطلالتها الساحرة وكثرة المنتزهات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى وجود العديد من الآثار الهامة، فقد زارها الكثير من المشاهير عبر التاريخ. ففي عام 1885 زارها ولي عهد إيطاليا الأمير فيكتور عمانوئيل، وفي عام 1898 زارها إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني. السبيل ومحرد وبلودان بصرة وحما ومعرة النعمان.